السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. كيف ما شفتوا معايا في الانترودكسيون، الوصفه ديال اليوم غتكون عباره على ان بلاطو ديال لي سابلي سالي. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل، غادي نديرو معاه الملحه والابزار على حسب الرغبه ولا حسب الذوق ديالنا، غادي نديرو اي تنسيمه بغينا. انا هنايا استعملت واحد الميلونج ديال لا سيبولات ولي زيشالوت، ممكن تعوضوه بالزعتر الا كان عندكم او لا زعتر او لا اي منسمات بغيتو. درت معلقه كبيره ديال الهريسه باش تعطيني اون كولور او ميم طون تعطيني مذاق لهذا السابلي هذا، وغادي ندير 200 غرام ديال الزبده اللي تكون رطبه بدرجه حراره المطبخ، وغادي نرمل الكل حتى نحصل على واحد الخليط اللي كيشبه الحبيبات ديالو الحبيبات ديال الكسكس. انا في هذه الوصفه هذه تعمدت انني ما نضيفش حتى شي نوع من انواع الجبن في العجين باش نبين لكم بان راه ماشي ضروري يكون عندنا دي فروماج في الدار باش نقدروا نحضروا وصفه ديال المالح. فالعجين اولا هذا لو بيسكوي هذا راه كيجي لذيذ بلا فروماج بلا حتى شي اضافه غير هاد المكونات هادو، والفروماج غادي نستعمل كميه قليله فقط للتزيين، غادي تشوفوها معايا من بعد. كيف ما كتلاحظوا معايا فهنا بحال الا كان فتل هذاك الطحين هو والزبده تماما بحال الا كنحضروا الكسكس. من بعد ما كنحصلوا على هذه النتيجه غادي نجمعوا العجين ديالنا باصفر حبه ديال البيض اللي غادي نضيف ليها جوج المعالق ديال الماء اللي يكون بارد، غنخلطهم جيدا وغادي نجمع العجين ديالي. غادي نجمع العجين ديالي، غادي نخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق وغنشكل منه كويرات الوزن ديالهم بين 5 و 7 ديال الغرامات. هادو هما الكويرات اللي كنحصل عليهم كيكونوا في هذا القياس هذا، غادي ندوز دابا باش نشكلهم. غادي نستعمل هاد المقطعات هادو اولا هاد الطوابع اللي كيكونوا بهاد الشكل هذا، تيكونوا خاصين بالمالح. هادو هما لي موتيف اللي غادي نستعمل، فكتلاحظوا بانهم فيهم بزاف ديال لي ديتاي، ضروري جدا اننا نستعنوا بالقليل ديال الدقيق باش ما يلصقوا ليناش اولا باش ما يلصق ليناش العجين في هادوك الحروف اولا دوك الحرفات اللي كيكونوا في الطوابع. العمليه جد سهله، كندير القطاعه ديالي اولا الطابع ديالي في الطحين وكنضغط على الكره ديال العجين حتى كنحصل على لومبرانت اللي عندي، وكنزولها بسهوله. فمني كنديروا الطحين راه كتزول هنا بسهوله. اوكي، هذا هو الموتيف الاولاني، غادي نعاود معكم واحد الوحده باش تشوفوها. وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي بغيت نحضر بهذا الموتيف هذا.
وهنا غادي نبدل الموتيف وغادي نشكل بنفس الطريقة الأولى دائما بالاستعانة بالقليل من الدقيق، وغادي نضغط على العجين ونحاول نزوله بسهولة باش ما يتخسر ليش الموتيف. وبالنسبة لهذا الشكل هذا غادي نوريه لكم عن قرب كيفاش كيجي، فكيجي بحال شكل ديال قليبات من الجوانب ووسط منهم دائرة، وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الجزء اللي بغيت نحضر بهذا الموتيف هذا. وغادي نحضر حتى موتيف ثالث غادي نوريه لكم شكله النهائي باش ما نطولوش لا فيديو. بالنسبة للشكل الثالث فطبعته بالطابع اللي على هذا الشكل هذا، دائرة فيها واحد الأشرطة من الجوانب وحفرة من الوسط. بالنسبة لهذه الحفرة اللي الوسط عمرتها بواحد الخليط ديال الزرارع اللي جمعته فقط بأبيض البيض ودرت معهم واحد رشيشة ديال الملحة باش ما يجيوش هكا المذاق ديالهم ما زوينش. صافي وعمرت بهم هذيك الحفيرة، تعمدت أنني نستعمل تزيين اللي يكون بسيط يعني في المستطاع ديال الجميع، ممكن أي واحد يحضرهم بداكشي اللي كاين عنده في الدار ماشي ضروري نمشي نتقطع على قبلهم. بالنسبه للجزء الثاني فهو الوحيد اللي استعملت فيه شويه ديال الجبن المحكوك، طبعا ممكن انكم تستغنوا عليه الا بغيتوا، وهكا غادي تكون الوصفه بدون اي انواع ديال الجبن. فدرت واحد شويه كميه بسيطه فعلا اللي درتها غير في الوسط، ورشيت عليهم شويه ديال الحبوب ديال الشيا باش هكا تخرج ليا لا كولور ديال البسكويت ديالي. بالنسبة للشكل الثالث فدهنت الوسط ديالو بالقليل من أبيض البيض، وفي الأول زينته بحبة ديال الزريعة ديال القرعة، ولكن صراحة ما عجبني الشكل ديالو. كانوا عندي دنوازات في الدار قسمتهم على جوج، وعوضت هذيك الحبة ديال الزريعة ديال القرعة بنصف حبة ديال النوازات. كيف ما كتلاحظوا فغادي ندهنها بالوسط ديالها بابيض البيض، وغادي نحط فوق منها نصف حبه ديال النوازات، وغادي نولي ندوز عليها بالبانسو القليل من ابيض البيض باش كتثبت معايا وكتحمر في الفران مزيان. كتلاحظوا بان الشكل ديالها جا احسن من هذيك الحبه ديال القرعه اللي درت في الاول. دونك نتمنى ان الفكره ديال التزيين تكون نالت الاعجاب ديالكم. طبعا كنزينوا بداكشي اللي متوفر عندنا في الدار، ماشي ضروري كيف ما قلت لكم اننا نديروا ان بودجي باش نحضروا دي بسكوي مالحين بهذه المناسبه هذه، فالجود فقط بالموجود. غنستمر بنفس الكيفيه، من بعد ما غنسالي غادي ندخل الصفيحه ديالي الفران اللي يكون مسخن مسبقا، الطياب ديالهم بحال الطياب ديال جميع الانواع ديال الصابليت، كل عافيه مهيله والفران سخون حتى كيتحمروا معنا ونخرجوهم. هذا النوع هذا ديال البسكوي راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت في الفران. كان هذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما خرجتهم من الفران. كنعتذر على الاضاءه لانها كانت رديئه، انا طيبتهم في الليل دونك الاضاءه كانت شويه ناقصه، ولكن على العموم هذا هو الشكل ديالهم، كيجي بحال هكا، كيجيو مرملين تيدوبوا فريمون في الفم، كتحط الحبه في فمك تذوب، كيجيو لذاذ ميم سي ما فيهمش يعني اجبان اولا فيهم شي حاجه اللي فريمون مكلفه باش تطلع ليهم اللوغو ديالو، غير هادوك المنسمات اللي كنضيفو للعجين راه فعلا كيعطيو نتيجه رائعه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وطبقوها حتى نتوما الى لوليداتكم علاش لا. خليت لكم الراحه ونخليكم مع دي فوتو باش تشوفوا الشكل ديال البلاطو النهائي.